تفيد بانقاذات الامدادات اللي تعرض شاشه الحدث حاليا. هذا كلام يخص الكهرباء، واعتقد ان المسؤولين في كلا الطرفين متفقين تماما. وللعلم بان امدادات شركه البريد للكهرباء ليست ارقام تعد جزئيا، وانما من خلال اجتماعات رسميه مع كبار الزبائن يضعوا فيها الارقام اللي تم احتياجها لدى الكهرباء. وشركة بريغا كما ذكر زميلي الإعلامي السيد المهندس موسى، لأن شركة بريغا لم تتوقف عن معطلات توريد الكهرباء نهائيا، بل على العكس اليوم تم ضخ مليونين، واليوم تم ضخ 3 مليون، وهذا سيتم ضخ مليونين امدادات الكهرباء تسير وفق خطط التنفيذية للشركة بدون أي مشاكل. في حين علي أن ينام كون كل شفافية أن شركة بريغا ضمن كافة الشركات والهيئات والمؤسسات الليبية تشتغل بشكل استثنائي بكل طاقاتها وتقوم بواجبها بشكل ممتاز جدا. ما عندناش أدنى إشكالية على الإطلاق. عمليات الإمدادات تتم بشكل صحيح، وهي بكافة المواطنين من خلال برنامج خيالاء البلاد، عدم الالتفات بشبكة التواصل الاجتماعي وهذه الأخبار المخلوطة الغير مسؤولة والتي يتم بثها يعني أحيانا حتى من أنا آسف إذا كنت نقول من بعض المراهقين. في نقص البنزينة، في نقص النافتة، ما فيش منا الكلام هذا. النافتة عندنا بشكل جيد في بإذن الله احتياج الكهرباء. خلال يومين في رسو أو 3 حيكون في رسو لباخرة تحمل أكثر من 35 مليون. طيب سيد عادل، ما تؤكده لنا اليوم هو أن سيتم إمداد شركة الكهرباء بكل ما تحتاج من الوقود لمواصلة عملها، وأن هذا لن يؤثر أبدا على عملية طرح الأحمال في المنطقة الشرقية. والله لو في أي إشكال نسمع في عديد من المسؤولين في شركة الكهرباء اللي نحن بهذه المناسبة نشد على أيديهم، ويعني كافة العاملين بشركة الكهرباء حقيقة يعملوا بشكل استثنائي بشكل جبار جدا في توفير التيار لعامة البلاد. ولكن شركة الكهرباء تعلن على لسان مسؤوليها أنها عندها يعني عديد من المشاكل، نسأل الله أنهم يعاونهم عليه. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد عادل بن دردف مدير المكتب الإعلامي لشركة البريغا لتسويق النفط، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.